يوم أوله فلس وليلة آخرها دم. أنت مين؟ أنت بالبوليس بقول لك! أنت مين؟ مفيش حاجة في الدنيا دي يا محمود بتحصل بالصدفة. أنا اللي بلغت عن خالد فكرة انتبهت لمصلحة مين بتكذب كذبة ممكن تخلي حبل المشنقة يلف حوالين رقبتي؟ سكاكين حواليك بقت كتير قوي. نزل المتهم ده على الحجز يا ابني. دخل علينا بالخراب يا بيه. ابني لا يمكن يقتل. الدنيا مقلوبة عليك وبيدوروا عليك. ابنك في محنة كبيرة قوي يا محمود. وصلت البوليس ليك بغباءك. خالد مستخبيهم. أقرب اتنين لابني هما اللي يعملوا فيه كده. صارت خطفت. يا نهار اسود يا نهار اسود. البصر بيولع. حياتي كلها لازم تتقلب في يوم وليله. انا هسلمه للناس اللي عاوزاه. انا مش هفضل هربان كده طول عمري. حق بنتك في رقبته وعجبهولك. مين من مصلحته اللي يقتلها ويلبسها لي؟ في يوم وليله من السبت الى الاربعاء 8:00 مساء على قناه مصر الاولى.